يعني مش لاقي كلمة ابتدي بيه يعني غير اللي كان شغال دلوقتي عاشة مصر وربنا يحمي البلد دي. وتحية وجبة للقوات المسلحة المصرية، لجيشنا المصري، قواتنا احنا المسلحة المصرية، عزائنا الواجب لكل ولادنا اللي يعني الارهاب الغاشم الجبان اودى بارواحهم، ولكن هم في مكان احسن دلوقتي وليهم جيش وليهم بلد تاخد بطارهم وبطارنا كلنا 90 مليون مصري. تحية لكل المصريين اللي وحشونا جدا، تحية لكل المصريين اللي اختاروا ان هم يضحوا بنفسهم واللي مستعدين جين دلوقتي ان هم كمان يضحوا بكل حاجة عندهم علشان البلد دي تقوم بينا كلنا. تحية لجيش مصر، لشرطة مصر، لشعب مصر كله بكل اتجاهاته وفئاته. وتحية ليكم انتوا اللي سمعينا دلوقتي، ويا رب تكملوا معانا الساعتين اللي جايين عشان ننسى كلنا مع بعض الطريق مع تي ايديتا. يعني سمعين اغنية وطنية لو سمحت. هنسمع اغنية حلوة جدا لمسار اجباري، تقع تقوم. ماشي. هو ده اللي احنا كلنا يعني متفقين عليه، واللي يقع مننا بنرفعه مع بعض. بالظبط كده، خليكم معانا، اوعوا تقعوا مننا، خليكم معانا الساعتين دول وكملوا معانا على طول على ميجا اف ام. معاكم محمد سويلم ونيفين محمود، وكمان دلوقتي مسار اجباري. مساء الفل. طب نقول كمان مره، نقول كمان مره ومرتين وثلاثة بالمصري وبكل لغات العالم، تحيا جمهوريه مصر العربيه، يحيا الشعب المصري العظيم والجيش المصري الاصيل خير اجناد الارض. طبعا كلنا اتاثرنا وهنفضل متاثرين، مش هننسى اثرنا واللي حصل في ليبيا، سواء ال21 مصري اللي توفاهم الله ونحسبهم شهداء ان شاء الله، او في الانفجار اللي حصل الجمعه اللي فاتت في مدينه القبه، كان في 6 مصريين ضمن الضحايا و50 قتيل في حادث ارهابي غاشم، كلهم ولاد بلدنا، كلهم دمهم غالي علينا، وقواتنا اثبتت ولسه هتثبت ان الدم المصري مش رخيص ومش هيبقى رخيص عمره، وهنجيب حقهم واحد واحد باذن الله. احنا مش محتاجين نثبت، احنا دمنا يعني اكيد غالي على كل واحد فينا، مش محتاجين نثبت حاجه زي كده. واللي بيقول كده يبقى هو بيقلل من قيمه نفسه. يعني احنا خلينا بس مقتنعين دايما، قناعاتنا المفروض تبقى في الاتجاه الصح، مش نقول حاجات تبقى غلط ونخليها من قناعاتنا. فاحنا كلنا شعب واحد اتفق على انه هيعدي من المرحله دي. في خسائر، وكنا عارفين من الاول ان الخسائر هتبقى بالدم مع الاسف، وهو ده اللي بتثبته الايام، لكن احنا مصممين ان احنا نعدي ان شاء الله مع بعض باذن الله. وكمان احنا داخلين على مرحله تانية جديده، وكل مرحله بيبقى فيها تحدي جديد، لازم بيبقى التحدي بيقابله تهديدات اكيد، بما ان يعني في ناس مش عايزه الخير لينا. طب بالمصري كده برضو، انتوا وحشتونا كلكم، كل المجاويه بقى اللي بيسمعونا دلوقتي، فلازم نمسي على الفان بيج بتاعتنا وهي انسى الطريق مع تي ديتا بالعربي وبالفرنك وعرب. قبل ما نخش في موضوعنا النهارده بالمصري، ياسر سعيد خطاب، مساء الفل عليك. ياسر كاتب شعر وكاتب ان هو موثقه في الشعر العقاري، ما تقلقش يا ياسر. انت في ايدي الامينه، بنشكرك جدا جدا على كلماتك الحلوه. هقولك بس نمسي على بقيه الناس. طيب هشام مصطفى كمان منورنا على الفان بيج. في عندنا محمد دياب الجن، مساء الفل عليك. الاهلي الاهلاوي المدريدي، مساء الفل عليك. بسنت بتقول اجمل هارد لك للاهلي امبارح. هارد لك للاهلي امبارح، هو خسر بضربات الجزاء. وهي دي الكوره، ولكن اللي يمكن الحاجه اللي كانت حلوه في الموضوع الروح الرياضيه اللي كانت كويسه بين الجمهور الجزائري وبين المصريين او الاهلي هناك. الروح الرياضيه كمان كانت عاليه جدا بين الزملكاويه وبعضهم. عشان اللي خسر فعلا. لا انا بتكلم بقى بين الجزائر ومصر. أيوة. لان فاهمه انت كان في مشاكل من ايام ام درمان، ماتش اللي كان في السودان، فالحمد لله الموضوع يعني تعديناه. يعني طبعا اكيد هنعديه، يعني احنا بنتكلم في كوره، يعني المفروض بنتكلم في حاجه حضاريه جدا وحاجه فيها منافسه شريفه، فما ينفعش يبقى فيه نفسيات غير شريفه يعني. طيب عايزين كمان، طب احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع نقولهم على اخبار المرور. ويا ريت لكل واحد عايز يفيدنا اكتر بما انه في الشارع دلوقتي، يبعت لنا على 1927 يقول لنا اخبار الشوارع ايه، اذا كانت فاضيه او زحمه. فاصل ومش مش هنتاخر عليه، مش هنمشي. لا احنا قاعدين، مش انتوا قاعدين؟ يلا بينا. لا راجعين. راديو ميل. بالمصري مع نبيل محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. رجعنا لكم مرة تانية، وفعلا كنتوا وحشنا جدا جدا، بس دايما اللي بيمنعنا عن بعض اكيد بيبقى شدة كبيرة، وان شاء الله تزول بإذن الله. عايزة بس نشكر كريم سومان
بما انه هو وحشنا جدا جدا يا كريم. وفي برضو مسج اخيره 8/7 بتقول مدينه نصر كلها واقفه تماما. واضح ان في زحمه كبيره في مدينه نصر، فياريت تبعتوا لنا وتقولوا لنا كمان اخبار القاهره بشكل عام ايه في الشوارع اللي انتوا فيها على 1/92/7. ايوه طيب. في كمان، طب تعالى نقول لهم مبدئيا كده على الشوارع اللي قدامنا. طريق الصحراوي البوابات للمحور جميل جدا رايق. صلاح سالم من القلعه الكوبري اكتوبر برضو كويس جدا. كمان صحراوي محور للبوابات، هو ده انا قلته للبوابات 100 100. انا كنت قلت في اتجاه ايه؟ هو البوابات للمحور. ده المحور للبوابات، يعني الاثنين رايقين. طب كويس. الدائري بقى ناحيه اكتوبر زحمه جدا، في عياط هناك. الناس بتعيط. كوبري الابراهيميه ابو قير طبعا في اسكندريه، شارع ابو قير ليه فوزي معاذ رايق. طيب في برضو جامعة الدول اتجاه احمد عرابي طبعا في مهندسين زحمة جدا، وحد بعت صورة يعني العربيات متكربسة في بعض. انتوا برضو اي حد في اي شارع انتوا عنينا اللي في الشارع، بعتوا لنا قولوا لنا الزحمة فين عشان نحاول نبعد عنها ونتجنبها. اخر حاجة هننهي بيها هي شارع فيصل من ميدان الرماية لميدان الجيزة، زحمة لكن العكس معقول. انتوا فعلا قولوا لنا بس اخبار الشوارع اللي انتوا فيها ايه. دكتور دهب حمد الله على سلامتك انت كمان، ومشكورك جدا على الاس ام اس. وانت وحشتنا والله، وكل الناس اللي دايما بتبقى معانا سواء في عربياتها او على الفان بيج كلكم وحشتونا جدا. ويا رب يا رب ربنا ما يجيب احزان تاني يا رب. ومش معنى ان ما يجيبش احزان تاني احنا ننسى اللي فات، لا، محدش هينسى اي واحد سقط عشان خاطر البلد دي. كل المصريين دمهم غالي علينا، مسلمين ومسيحيين، كلنا واحد ومحدش هيعرف يفرقنا، محدش هيعرف يشتتنا باذن الله. احنا طبعا مش هننسى اللي فات زي ما انت بتقول، لكن كمان ما ينفعش ان احنا ننسى اللي جاي. احنا داخلين على مرحله مهمه جدا، وكمان بما اننا المرحله دي محتاجين نركز، فاحنا كمان محتاجينكم تركزوا معانا وتبعتوا لنا من دلوقتي على 1/92/7 يا ترى احنا هنتكلم على ايه النهارده. النهارده هنتكلم على مكان. المكان ده مهم جدا، قوي قوي قوي، عين المصريين كلهم بيبقوا عليه، هيبقوا عليه، هيبقوا عليه، ودايما بيبقى عليه عليه. والمكان ده بيبقى فيه اسامي، بيبقى فيه كده كشوفات وحاجات خالص يعني خبيثه. خلاص ماشي، اخمس اخواتي على فكره. لنا حاجه عن تاريخ المكان ده يبعت لنا على 1/92 طبعا، وانتوا عرفتوا المكان خلاص اكيد طبعا. بس بعتوا لنا برضه عشان نعرف ان انتوا على مستوى القاعده، لو قاعدين كويس بعتوا لنا على 1/92/7. انا فاكر ايه ترشح في دايره ايه. طب يلا نسمع فيروز. دايره الرحله، دايره الرحله، رحلات. السلام عليكم. تعالوا نسمع الفيروز. الفيروز الفيروز نسمع الفيروزة ونيجي على طول. بالمصري مع نبيل محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. واضح ان السؤال كان صعب جدا، محدش عبرنا بمسج ولا باي حاجه، او انتوا تهتوا مع صوت فيروز بقى، ده يبقى شيء تاني يعني. ممكن احنا النهارده قلنا هنتكلم عن مكان مش عن شخصيه مصريه، مكان مهم جدا وخصوصا في الفتره اللي جايه، وهنتكلم عن تاريخه. تعالى بقى نقول خلاص هو ايه يعني. طيب احنا بنتكلم على البيت الابيض، بنتكلم على البيت الابيض المصري او مجلس الشعب او البرلمان طبعا، وهنتكلم على تاريخه النهارده بما اننا داخلين بقى على انتخابات برلمانيه. والنهارده خلاص يبقى في اعلان على الاسماء النهائيه للترشح في الانتخابات البرلمانيه اللي جايه ان شاء الله. طيب البرلمان المصري او مجلس الشعب هو كان ليه اسامي كتيره جدا واشكال كتيره جدا وعدد اعضاء مختلفه منذ قديم الزمن، ولكن اللي انشاه بقى وابتدى الموضوع كله نسالهم. انا فرملت مين بقى اللي انشا؟ مسكتك وانت فاتح بقك يعني الحمد لله. مين اللي انشا يا جماعه البرلمان المصري يا ترى؟ مين؟ كان سنه كام؟ صح كده، صح كده. حاولوا تعرفوا وابعتوا لنا على 1/92/7. تعالوا نسمع برضو اغنيه معانا واستفندي النهارده، ومعانا واستفندي. بس احنا مبدئيا يعني مش هنغريكم بالواستفندي ان انتوا تتكلموا معانا على البرلمان، ولا اكيد ان انتوا تشاركوا فيه يعني. لا عادي ممكن. صح ولا ايه؟ عادي. نعم. ايه ماشي يلا. طب ما علينا، يلا خلينا نسمع اغنيه ونرجع نكمل معاك. يلا بينا. ومحمد سويلم وانسى الطريق مع تي اي ديتا على ميجا اف ام. عاشت مصر وحمى الله شعبها العظيم اللي هيفضل طول عمره في رباط يوم الدين ان شاء الله يا رب.
يا رب دايما. وطبعا احنا كنا بنكلمكم او ابتدينا نتكلم على البرلمان المجلس الشعب المصري، يا ترى ابتدى او انشئ سنه كام وفي عهد مين؟ هو ده كان سؤالنا ليكم. وفي واحد بس وجاوب غلط كمان، احمد السعدي. احمد السعدي وجاوب غلط فعلا، بس مبسوطين ان انت معانا يا احمد ومنورنا. شباب في الجيش بيسلموا علينا، احلى مساء على احلى اذاعه، بيبثي على عمرو فهمي في الجيش عزمي وخميس. وخميس غالبا هي المسج ما كملتش، فريت تبعتها لنا تاني. بنشكرك جدا جدا كريم. شو بقول لك اياه على الفيروز؟ كنت وحشين كريم، انت على طول معانا. انت وحشنا انت واسماعيل جدا. طيب طبعا الفيروز طبعا صوته لا يقارن اكيد طبعا. طيب نرجع بقى للاصوات كمان الخاصه بالمصريين اللي بتتقدم واللي بيتكلم عنها نيابه عننا او نيابه عن الاصوات المصريه النواب في مجلس الشعب. نرجع للمكان نقول لهم بقى مين اللي انشا اول مجلس شعب او اول برلمان مصري؟ قول لنا بقى انت. هو انشئ في عهد محمد علي، وبالتحديد سنه 1824. محمد علي انشا مجلس الشعب للحكم في نوفمبر سنه 1824، وكان ساعتها بيتكون من دواوين، يعني في زي اللي هم النظار يعني صح، ورؤساء ورؤساء المصالح، واثنين من الاعيان من كل مديريه بيقوم اهالي المديريه بانتخابهم من نظار الدواوين ورؤساء المصالح. وكان كمان بيختاروا اثنين من العلماء بيتم اختيارهم من خلال او عن طريق شيخ الازهر، واثنين من التجار برضو بيتم اختيارهم عن طريق كبير التجار، واثنين كمان من ذوي المعرفة بالحسابات، واثنين من الاعيان بينتخبهم الاهالي. فكان طبعا الموضوع بدائي قوي، الاعداد طبعا قليلة، حاول ان هو يجمع من جميع الاتجاهات. وعلى الرغم من وظيفة المجلس الاستشارية، لكن محمد علي كان بيرجع ليه الفضل في انه خلى المجلس ده يتطور في وظائفه وصلاحياته لغاية ما بقى منافس للمجالس النيابية في اوروبا. طيب احنا طبعا هنفضل مكملين وهنتكلم عن تاريخ البرلمان المصري واحدة واحدة، وتطور ازاي وايه اللي تغير فيه والاعداد زادت وقلت وايه اللي حصل فيه. بس انتوا برضو خليكم معانا كده، لو اي حد عنده معلومة عن تاريخه، لان التاريخ يرجع من زمان قوي زي ما قلنا من ايام محمد علي باشا. وعندي سؤال كده جه في دماغي، لو اي حد فيكم كده دلوقتي بيسمعنا وقلنا له في جملة واحدة اقنعنا ان انتخبك تبقى ممثل لينا في مجلس الشعب، تقنعنا في جملة واحدة، عطلنا على 1-92-7 واحنا ننتخبك على طول. هنشوف يعني، هندرس الاول الجملة لو اقنعنا يعني بالظبط. تعالوا نسمع اغنية ونرجع نكمل معاك، وانسى الطريق مع تي ديت على ميجا اف ام. انسى الطريق مع تي ديتا مع نبيل محمود ومحمد سويلم على ميجا اف ام. احنا لازم نقول لكم الخبر اللي لقيناه دلوقتي. احنا مش طول عمرنا يشرف يعني. طول عمرنا بنقول ان الست المصريه او البنت المصريه بمليون راجل، انتوا بقى بتثبتوا الكلام ده فعلي لدرجه بالكلام. ان في بنات كمان قدموا ان هم يعني يلتحقوا او يتجندوا، يعني في مجموعه بنات عملت حمله اسمها مجنده مصريه، واستقبلهم المهندس ابراهيم محلب النهارده طبعا رئيس مجلس الوزراء، وده في حضور وزير الداخليه ومدير اداره التجنيد بالقوات المسلحه. عايزين نقول لكم كمان ان رئيس الوزراء قال ان رئيس الجمهوريه شخصيا تلقى تليجرافات كتيره من بعض الفتيات اللي بيطالبوا ان هم يخشوا او يتجندوا في القوات المسلحه المصريه، وبيقولوا ان هم بيتكلموا نيابه عن 15,000 فتاه مصريه جاهزين للتطوع وحمل السلاح، وكمان بيقول ان هم ارواحهم فداء للوطن بالفعل مش بس كلامه، يعني عايزين يخشوا في صفوف الجيش المصري. وكمان البنات دول قالوا ان هم بيطالبوا يعني بانشاء مدارس وكليات عسكريه للبنات، وان يكون في تجنيد تطوعي للاناث، واكدوا ان المراه حاربت في صدر الاسلام في كتير من المعارك، وتم تجنيدها كمان ايام العدوان الثلاثي على مصر. واحنا النهارده بما اننا في حرب ضد الارهاب والتطور والتطرف، فاحنا مستعدين، وهم يعني طبعا بيتكلموا على لسان 15,000 فتاه مصريه، مستعدين ان هم يتطوعوا من دلوقتي. فيعني بجد بلدنا دايما مليانه بنماذج، سواء من البنات والستات والرجاله والاطفال والشيوخ، دايما مليانه نماذج مشرفه، دايما في وقت الشده بيبقوا موجودين وجاهزين، وقبل ما حد يقول لهم اعملوا هم اللي بيتطوعوا ان هم يقوموا بواجبهم واكتر من واجبهم كمان. والله ده يعني ده يخلي الرجاله بقى
يبقى عليها واجب وعبء اكتر ان هم يدوا للمرأة حقها بصراحة، يدوا للمرأة يعني مش بس حقها، مكانتها اللي هي تستاهلها عن جدارة، ومش عارف اقول ايه بجد. بس الصراحة كمان الرجالة يعني المصريين يعني يعني رجالة رجالة بجد، وقت برضو الجد والتجميد او حتى من غير ما يطلب ان يبقى في استقبال دفعة جديدة من المجندين، كل الرجالة المصريين مستعدين ان هم يقوموا بواجبهم ناحية وطنهم. كل الشعب المصري يعني بلا استثناء، حتى العيل الصغيرة لو نزلت بشكل عشوائي اتكلمت معهم هتلاقي كل واحد بيقولها بجد بحرقة بقلبه من جوه، ان هو فعلا لم يموت فدا تراب البلد دي. طيب احنا نقول لهم طبعا نشرة كمان وبعدين نرجع نكمل كلام على البرلمان ولا نعمل ايه؟ نشرة بحرقة برضه وطنية برضه جدا، الدنيا واقفة. انت عامة بتتجندوا كل يوم في النشرات يعني او في الزحمة، ربنا معاكم. طيب كوبري اكتوبر اتجاه مدينة نصر من المهندسين للتحرير معقول وزحمة لمدينة نصر، العكس اتجاه المهندسين من مدينة نصر للتحرير والمهندسين زحمة طول الطريق. طيب الاوتوستراد اتجاه المطار من حلوان للمعادي كويس وزحمة للمقطم وبعدين عباس العقاد معقول لحد المطار، العكس من المطار لعباس العقاد معقول وزحمه للمقطم وتمام للمعادي وحلوان. المحور بقى من الشيخ زايد للدائري وميدان لبنان كويس طول الطريق، اما العكس من ميدان لبنان للدائري زحمه جدا وتمام للشيخ زايد. صلاح سالم اتجاه المطار من المعادي للقلعه معقول وزحمه لكوبري اكتوبر والمطار، العكس من المطار لكوبري اكتوبر معقول وتمام للقلعه وزحمه لحد المعادي. الصحراوي من ميدان الرمايه لحازم حسن والمحور والبوابات تمام طول الطريق، اما العكس من البوابات للمحور معقول وصعب لحازم حسن وتمام لميدان الرمايه. كورنيش النيل من ابراج النيل لوسط البلد زحمه رايح جاي، رايح والجاي معقول، ما هي بتكتبوها بيربكك دايما يا حرام. من وسط البلد للدائري زحمه رايح جاي، من الدائري للمعادي تمام في اللي رايح واللي جاي معقول، من المعادي لحلوان كويس رايح جاي. طيب نشوف بقى الدائري عامل فينا ايه النهارده. من الصحراوي لوصله المريوطيه زحمه بسبب حادثه، والعكس كمان زحمه جدا خلي بالكم. من وصله المريوطيه للمنيب معقول والعكس زحمه، من مخرج السخنه للاوتوستراد زحمه خفيفه، من الاوتوستراد بقى للمنيب زحمه، غير كده الدائري تمام. انا مش عارف ليه اختفيت. انت من اخيرك قفلت صح؟ من كتر الاستفادة. بالمناسبة دي عايزين نقول لكم ان يوم الثلاث احنا غالبا بنستعد للرياح. إيه؟ هتبقى محملة بأتربة. يلا بقى عايزين نخطص من دلوقتي، ربنا يستر ونشوف هنعمل ايه. كوبري 15 مايو تمام اتجاه وسط البلد، العكس زحمة للمهندسين، وطريق السويس معقول في اتجاه مصر الجديدة والعكس تمام لمدينتي. جسر السويس بقى زحمة رايح جاي نفع الازهر تمام لصلاح سالم والعكس كمان لوسط البلد. يا جماعة طبعا داخلين على انتخابات برلمانيه مجلس الشعب، لو اي حد بيسمعنا دلوقتي عايز يترشح في مجلس الشعب بيتكلم باسم دايره بتاعته او باسم المصريين، اقنعنا في جمله واحده على 1-92-7 ليه نختار حضرتك او حضرتك عشان تمثلنا وبس كده. شكرا. يلا نسمع الاغنيه وهنرجع نكمل. الاغنيه دي يا جماعه في شوارع البحر بالمصري مع نبيل محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. يلا نكمل المسيرة. نكمل المسيرة بس نبتدي الأول المسيرة. احنا رجعنا لبداية مجلس الشعب، كان قلنا في عهد محمد علي. أيوة. سنة 1824، وقلنا ان هو كان الأول كان حاجة عالضيق كده. بالظبط حاجة عالضيق كده. بس في سنة بقى 1829 شكل محمد علي مجلس المشورة، واللي تألف يعني ساعتها من كبار موظفي الحكومة والعلماء والأعيان، وكان عدده أو عدد أعضاؤه 156 عضو، منهم 33 من كبار الموظفين والعلماء، 24 من مأموري الأقاليم، و99 من كبار الأعيان، وكان بيتم اختيار الأعضاء دول بالتعيين. التعيين مش بالانتخاب. طيب تعالوا بقى نتكلم بعد كده الموضوع تطور اكتر ونتكلم عن مجلس شورى النواب، واول انتخابات فعليه حصلت بقى كانت في عهد الخديوي اسماعيل اللي انشا المجلس يوم 25 نوفمبر عام 1866. تكون ساعتها بقى من 75 عضو منتخب من الأعيان، ولكن مع مرور الوقت بقت صلاحيات المجلس أكبر وأوسع، بدأت بقى تظهر ساعتها الاتجاهات المعارضة، وساعد على ده أو التطور ده يعني انتشار أفكار التنوير، كمان ظهور الصحف أو الجرايد في الوقت ده
طبعا ده اللي عزز يمكن المطالبة الشعبية ان يتم انشاء مجلس نيابي له صلاحيات واسعة. الا ان الخديوي توفيق للأسف لما جه بعد تولي الحكم طبعا في 26 يونيو وكان تحديدا عام 1879 رفض اللائحة واصدر كمان امر بفض المجلس عشان حس ان كده صلاحياته هتوسع وهتزيد وهو ما كانش مرتاح للفكرة دي. الحقيقة في وسط الكلام اللي احنا كنا بنقوله على تاريخ البرلمان او مجلس الشعب في جملة مهمة جدا بتقول ان مع بداية ظهور الصحف او انتشار الافكار عامة والوعي ابتدى ان هو تظهر الاتجاهات المعارضة. فده عامة الفكرة من ان الانسان يبقى عنده ثقافة, ولما يبقى عنده وعي وثقافة بيبتدي ان هو يفكر برا الصندوق. يعني ساعتها بقى ممكن ايه اراء مختلفة بالظبط كده, لكن مش معنى ده ان احنا نبقى عداء بالظبط, او يبقى في ندية مبالغ فيها, او يبقى في تشكيك. احترم الاراء المختلفة وفي الاخر اللي فيه المصلحة العامة للشعب المصري هو اللي كلنا في نقف وراه, حتى لو كان ده مش طالع مننا او من الفئة الفلانية. وعشان كده فكرة الانتخاب هي اصلح فكرة, لان مش هينفع يبقى مش منطقي خالص ان الشعب يبقى كله متفق على شخص واحد, لكن الاغلبية هي اللي بتوجي الموضوع للكفة. يعني انهي كفة هي اللي هتوزن؟ انا عارفة هي اللي هتبقى. انا بحب فيلم جدا بخيت وعديلة جردل وكنكة. الرموز احب قوي الفيلم ده. طيب احنا عامة هنشوف بقى مين خلاص هتبقى الليستة يعني بالاسماء النهائية والرموز بتاعتهم, وطبعا المفروض كل واحد هيمثل مين وايه افكاره وايه مشاريعه وايه طموحاته, لان هو ده اللي هيخلينا في الاخر ننتخب شخص وما ننتخبش شخص تاني. بالظبط, والشخص ده يعني عليه حمل ومسؤولية وامانة ان هو شايل اصوات الوف بل ملايين كمان, فلازم يبقى قد المسؤولية دي ويبقى عنده الطاقة انه يشتغل على نفسه ويتشقل عشان خاطر في الاخر كله صب في مصلحة البلد. عارف انا بقى نفسي في ايه؟ هو فريسك. لا مش حكايه فريسكا, طموحاتي اعلى في اللحظه دي من الفريسكا بكتير. نفسي ان احنا ما نخافش من الاسامي اللي هتترشح او بتترشح او ترشحت. نفسي ان احنا نبقى بنقلق اكتر على شعبنا, وعيه, تفكيره, اتجاهاته. يعني هو ده اللي احنا نبقى بنشتغل عليه وناخد بالنا ليه وننتبه ليه, مش ننتبه لشخصيات ممكن نكون او في العموم يعني مش عايزينها. ده لا يمثل خطر خالص. وانا نفسي ان اي حد قبل ما اولا كلنا ننزل الانتخابات طبعا, ثانيا قبل ما تنتخب اي حد تبقى عارف السي في بتاعه وواثق فيه وعارف انت هتنتخب مين وليه وليه فضلت فلان عن فلان. نعمل الواجب اللي علينا. وعشان كده بقول حتى لو كان السي في فيه حاجات مش حلوة خالص, ليه تاريخ يعني ما يرضيناش احنا كمصريين, لكن مش هو ده المفروض يقلقنا. احنا عارفين احنا عايزين ايه, نوصل لايه في الاخر, وهو ده اللي هيخلينا ننتخب شخص ونتجنب حد تاني وننهي شخص تاني بالزبط. وجوده على الساحة السياسية اصلا بالزبط. طيب يلا منير طبعا ده وقته جدا. اسمها كف القمر. عينيكي تحت القمر. يلا نسمعها يا قمر. يلا بينا بالمصري مع نبيل محمود ومحمد سويلم, وانسى الطريق مع تي اي داتا على ميجا اف ام. طب بالمصري كده مدام دخلنا في الساعة الثانية بنمسي على كل واحد وكل واحدة في عربياتهم فاتحين البرنامج بتاعنا انسى الطريق مع تي ديتا. كل واحدة واقفة بتطبخ عشان جوزها خلص شغل وراجع على البيت دلوقتي, او ولادها خلصوا مدرسة وجامعة وجايين على الطريق. الناس اللي قاعدة في الشغل في سكراتها بتسمعنا من الموبايل او من الانترنت او في البيت على الدش, تحية ليكم كلكم, ويا رب كده كل ايامنا تبقى حلوة وجميلة وكلنا نبقى مع بعض ايد واحدة. او كل راجل او شاب لغاية دلوقتي قاعد في الشغل بيشتغل, او كل ست لسه راجعة من عربي او من شغلها في عربيتها طبعا من شغلها ورايحه البيت تجري. يعني كل المصريين طبعا اللي دايما بيسمعونا من 4 ل 6 وانسى الطريق مع تي ديتا, انتم منورينا وحشتونا قوي قوي قوي, ويا رب دايما كده نبقى مع بعض على خير, وحتى في الحلوه وفي المره احنا برضو مع بعض
كده كده مش رايحين في حته من بعض. طيب مكملين بقى وبنتكلم عن تاريخ مجلس الشعب اللي اتطور وابتدى من ايام محمد علي باشا ومرورا بقى بالخديوي اسماعيل والخديوي توفيق. وقفنا دلوقتي عند مشروع شورى القوانين وتحديدا في اول مايو عام 1883 لما اصدر الخديوي توفيق القانون النظامي وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين. كان بيتكون من 30 عضو بيقوم الخديوي بتعيين 14 منهم بصفة دائمة وبيتم اختيار الرئيس وواحد من الوكيلين من بينهم. أما باقي الأعضاء اللي هم 16 الباقيين فبيتم انتخابهم وبيختار الوكيل الثاني أو بيتم اختيار الوكيل الثاني من بينهم. طيب الجمعية التشريعية بقى وده تحديدا أيام اللورد كاتشز اللي هو جه لمصر كمعتمد بريطاني عشان يقوم بتعديل النظام النيابي في مصر عشان يكلم خاطره الحياة جاية مخصوص عشان يعدل لنا النظام النيابي. هو كان بيحاول من الآخر ان هو يهدي الرأي العام اللي كان بيطالب بجلاء الاحتلال الإنجليزي. وطبعا يعني بحط 30 خط تحت كلمة الجلاء عشان عيد ميلادي يوم عيد الجلاء ده اليوم اللي خرج آخر عسكري إنجليزي اتطردوا من مصر مشوا من مصر ما أثروش في الشعب المصري ما قدروش على المقاومة الشعبية المصرية ما قدروش على الجيش المصري وتم فعلا إلغاء مجلس شورى. لا استنى انت قلت جاي يهدي النفوس صح؟ جاي يهدي الرأي العام فراح عمل ايه بقى؟ راح ألغى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية أصلا وطلع قانون نظامي جديد بمقتضاه أنشأ الجمعية التشريعية أو أنشأت الجمعية التشريعية في أول يوليو سنة 1913. الحقيقة يعني عمر ما محتل يعني أكيد ولا واحد فارض رأيه على شعب أو مجموعة يعني عمره ما هيعرف يهدي شعب. يعني ايه واحد جاي هو مين اصلا عشان يجي يفرض علينا قوانين ولا يلغي جماعية عمومية ولا انا نفسي يعني في حلقات تاني ان شاء الله قدام شيء غريب يعني نتكلمكو عن المقاومة الشعبية المصرية ايام الاحتلال الانجليزي في كمية قصص وبطولات لاشخاص عاديين جدا صاحب محل صاحب دكانة وصاحب قهوة الناس اللي هم المصريين المؤصلين كان ليهم قصص بطولية مش طبيعية. انا عايز اقولك ان احنا دلوقتي في مرحلة احنا كمان كل واحد فينا بيلعب دور في المقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية مش لازم بس تبقى لمحتل ظهر بسلاحه في ارضك لكن هو ظهر بفكرته في دماغك في اعلامك. لو انت سمحت انك تشوف اعلام ممكن ما يكونش محبط او مضلل طاقة سلبية ده كله احتلال فكري بالظبط كده. فاحنا في كل يوم بيتم اختبار مقاومتنا احنا كمصر كمصريين كشعب كناس فعلا اختارت طريقها وده علشان هم عارفين ان هم مش هيكسرونا بالسهل يعني هم عمرهم ما هيكسرونا لكن كل يوم وكل فترة لازم كده يتزرع لك حاجة تحدي جديد. ومش تاني هنقول ان التحدي مش لازم يكون بسلاح واحتلال يعني فيزيكالي على ارض بلدك لكن في افكارك انت في ذهنك انت وهم يعني ما يتوصوش هم ماشيين بالاتنين يعني عمليات ارهابيه تلاقي قنابل تلاقي يخشوا باعلام مضلل وفاسد تلاقي ولكن الحمد لله الحمد لله الفضل في الاول وفي الاخر لربنا وبعدين للشعب المصري اللي ان شاء الله باذن الله عمره ما هيتفكك وعمره ما هيبقى متفرق وعمره ما هيفرط في ذرة تراب من ارض بلده. وانا بقول ذرة تراب ارض بلده يعني لفظيا او ليترلي مقصودة. خلينا نسمع الاغنية وهنرجع نكمل معاكم تاريخ البرلمان في مصر كان ايه. ماشي بالمصري مع نبيل محمود ومحمد سويلم ونص الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. بص ياسمين بعتلنا ايه؟ ياسمين بتقول وحشتوني جدا جرى ايه يا جدعان ينفع الغياب ده انتوا عايزين محاكمة عايزين تتحاكموا حاكمة عسكرية مش اي محاكمة يعني. والله العظيم يعني انت شفتي الاحداث اللي كانت حاصلة والبلد كلها كانت في حداد فاحنا وقفنا كل البرامج وبنحاول يعني برضو ايه ان احنا يعني نلعب اغاني لو مش وطني صرف تبقى برضو في الهادي عشان تضامنا مع الاحداث وعشان كلنا اكيد زعلانين يا ياسمين وان شاء الله رب تبقى اخر الاحزان وحقك علينا احنا لو علينا والله نطلع كل يوم معاك 20 ساعة هوا. والله يعني فعلا الاسبوع اللي فات ده كان اسبوع غير طبعا ان هو كان كئيب على كل المصريين لكن كمان انتوا كنتوا وحشنا جدا جدا وكنا مفتقدينكم على الاخر خصوصا الناس كمان اللي موجودة معانا على الفان بيج عز الناس
دي واحدة منهم. أول كلهم طبعا هم كلهم أكيد عزيز علينا يعني. هشام مصطفى جاهز على طول بالبوستات خصوصا لما تكون للكينج محمد منير. أحمد حسن بقى مرهف في الإحساس النهاردة على الفان بيج بنحييه. أيوة أحمد مساء الفل عليك. بيقول أنا نفسي في نائب مجلس الشعب إنه يكون معروف ليك أفعاله مش أقواله فقط وبرنامجه والثقة فيه وتواصله مع الناس، مش إنه يتكلم شوية وأول ما يدخل المجلس يختفي ولا حد يشوفه. يعني بص الجواب بتاع اللي هو يقعد يقول كلام وانا ابن الشعب ومش عارف ايه وبعدين يختفي، اعتقد اتهرست في كل الافلام واتهرست في كذا مجلس شعب قبل كده، واحنا لو متعلمناش من اول مره بنتعلم من الثانيه او من الثالثه، فان شاء الله باذن الله اي حد يترشح مش بعد الثالثه يبقى عارف ان عليه مسؤوليه، وانت بتدي صوتك كمان عليك مسؤوليه وبس. ربنا يعني يعيننا ان شاء الله على تحمل مسؤولياتنا كلها، لان احنا يعني احنا اللي بنعمل التغيير، سواء بقى التغيير هيبقى لقدام او التغيير هيبقى ان شاء الله ما فيش لورا ان شاء الله. طيب نرجع تاني بقى لتاريخ مجلس الشعب. ووصلنا لما اللورد كاتشز باجي قضى علينا الحقيقة وضلم الدنيا في حاول ان هو يهدي الرأي العام عشان ما نقعدش نطالب بجلاء الاحتلال الانجليزي، ولكن على مين. وفعلا في 21 يوليو سنة 1913 صدر القانون اللي هو النظامي اللي جه بسلامته يعني علشان ينشئه سلامته ام حسن، واللي هو بيقول بقى ايه ان تحصل فيه جمعية او يعني يبقى فيه انشاء لجمعية تشريعية تحل محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وكان عدد المنتخبين 66 عضو مع مراعاة ان يكونوا من جميع المحافظات. لا فير والله. اما الاعضاء المتعينين فيكون عددهم 17 فقط. بعد كده جه الدستور 1923 واللي تم انشاء من خلاله اول مجلس نيابي حقيقي له سلطة مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها كمان، وما تقدرش الحكومة او الملك ان هو يسن اي قوانين او اي تشريعات جديدة الا لما يتم عرضها على المجلس وكمان يتم التصويت عليها اما بالرفض او اما بالقبول. ونظرا ان مجلس النواب اكتسب صلاحيات واسعة مع دستور 23، فبدأت الانتخابات النيابية تشهد بقى ايه او يحصل فيها عمليات تزوير لصالح حزب او ضد حزب بعينه. واشارها تزوير انتخابات سنة 1938 واللي زورها محمد محمود باشا لاسقاط الوفد بناء على رغبة القصر. في اشهر منها بعد كده بحبة قدام كده طبعا كلنا عارفين كده هنوصل لها، ولكن يعني هنرجع كمان نكمل الموضوع ده يعني بعد الحاسه بتاعت التزوير سنه 1938 في الانتخابات يا ترى حصل ايه؟ هنرجع نشوف. خليكم معانا، هنطلع فاصل وبعده اغنيه ونرجع نكمل معاكم. انسى الطريق مع تي ديتا. لو اي حد عايز يترشح يا جماعه مجلس الشعب اقنعنا في جمله واحده، ليه نرشحك انت بعينك وهتعمل لنا ايه؟ انا معايا 100 مليون يورو ممكن ادعم الحمله بتاعتك او بتاعتك عادي جدا ان شاء الله. ايه ادعمك انت كمان. راديو نيل ميجا اف ام. لو عايز تبقى صخر بالمصري مع نبيل محمود ومحمد سويلم وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. خلي بالكو ان كورنيش النيل وسط البلد للدائري دلوقتي زحمة جدا، فحاولوا ان انتوا تتجنبوه لو تقدروا. يعني برضو حد بعت لنا صورة قصاد عمارات الامل على الاوتوستراد، الطريق بطيء جدا جدا، فبرضو ربنا يستر طريقكم. يعني في خبر يا جماعه بالنسبه للمدخنين ممكن ما يعجبهمش خالص، ان يبقى في زياده او في خلاص زياده للضريبه على السجاير، وتم نشره في الجريده الرسميه. احسن اكمل بقيه الجمله. كملي بقيه الجمله. هتقول لك عقبال الشيشه. بقيه الدخان. لا لا ماشي اوكي. طيب نرجع بقى لاخبارنا او خلينا نقول لتاريخنا احنا كمصريين مع مجلس الشعب ومجلس النواب. طب احنا وقفنا عند دستور 1923 الملقب بدستور الشعب، وقلنا ان من خلال الدستور ده تم انشاء اول مجلس نيابي حقيقي له سلطه مساءله الحكومه وسحب الثقه منها، وما تقدرش الحكومه لا تسن قوانين ولا تعمل اي تشريعات جديده الا ما يتم عرضها على المجلس والتصويت ليه اما بالرفض او القبول.
والحقيقة يعني ان بدأت الانتخابات النيابية واللي حصل فيها تزوير واشارها زي ما قلنا تزوير انتخابات سنة 1938، وبعد كده لجأ الملك فؤاد بقى لإسماعيل صدقي وقام موليه بقى الوزارة. ده كان فيلم بقى اسمعوا. فإسماعيل صدقي ساعتها راح عمل ايه؟ ألغى دستور 23. أيوه. وأصدر دستور 30 سنة 1930. أيوه. واللي ادى صلاحيات واسعة للملك عشان ما يبقاش فيه تزوير. يعني ما مشينا يعني زي الفل. فالمهم ادى صلاحيات واسعة للملك وسمى الدستور ده دستور ايه بقى؟ يا ملك. ايه دستور الملك. المهم يعني اتسمى دستور الملك يعني في مقابل دستور 23 اللي كان بيتسمى ساعتها بدستور الشعب. وقام اسماعيل صدقي بانشاء حزب جديد اللي هو موالي للقصر وبرضه سماه حزب الشعب اللي هو كان ايه اتجاهاته كلها مواليه للقصر. شوف بقى الحته دي بقى. ودخل بالحزب اللي هو عمله ده اللي هو موالي للقصر اللي سماه حزب الشعب، دخل بيه الانتخابات اللي تم مقاطعتها من قبل الاحزاب الاخرى تقريبا كلها، وسبحان الله فاز الحزب بتاع صدقي طبعا في الانتخابات وشكل الوزارة كمان. ومن هنا برضو السطر ده مهم جدا. احنا كلمة كوسة فكرة المقاطعة. المقاطعة بتخلي الاطراف اللي ممكن ما تبقاش عليها قبول المصريين ولا تشجيعهم ليها تكسب. عشان كده المقاطعة عمرها ما كانت حل. لا، انت لما تقاطع تسيب الناس اللي هم تبرطع كده. لكن لما كل مواطن مصري يشارك هو اللي بإرادته وهو اللي بقراره وهو اللي بانتخابه يفرض او ينجح الشخص اللي هيمثله، وكمان يعني ينهي خالص وجود اشخاص تانية لا تمثله على الاطلاق لكن تمثل مصلحتها الشخصية فقط. طبعا اول ما طبعا اسماعيل صدقي شكل الوزارة قامت مظاهرات عارمة في كل الشوارع احتجاجا على الغاء الدستور 1923 الملقب بدستور الشعب. ولكن لحسن الحظ ان كان في يعني قوة وديكتاتورية مش عارف ايه اللي كانت كلمة حسن الحظ فيها، ولكن ماشي اسماعيل صدقي خوفت الملك فؤاد نفسه وقبل ان استقالته في 21 ديسمبر عام 1933. انا بتكلم من خيره بس. والله يعني الكلام طلع من مناخيري. طب يبقى ناخد فاصل احسن ده وش عشان يعني ما نزودش على الجمهور. لا الجمهور تعب معانا. طيب خلينا نسمع محمد عدويه ونرجع نكمل معاك. وانسى الطريق مع تي ديت على ميجا اف ام. لو عندك اي تفصيل عن المرور يعني حاليا ابعت لنا على 1927 7. شكرا. مش انت أنا بصفتي لبناني وعروبي ومؤمن بقضايا العربية لقيت أنه من المناسب أنه أعطي هذا الرأي. كنت بتمنى أنه أنا أكون مخطئ لما تكلمت وأنه اللي انتقدوني واللي عاقبوني يكون هم على حق، بس الوقت والزمن بيّن أنه أنا كنت على حق هم المخطئين. بدي أعترف في عقول متفوقة علينا نحن كعرب، في قيم دينية بعض وسائل الإعلام ساهمت بضربة. بعض الإعلاميين بمصر عم بيعلموا الإعلاميين بالعالم الجرأة، عم بيعرضوا حياتهم للخطر في جو إرهابي. أنا بقول مصر محروسة ومصر الله أنعم عليها بشعب طيب وبشعب ذكي وبشعب هو قلب واحد. حصريا الإعلامي المتميز جورج قرداحي في برنامج أنا اسمي فلان مع نيفين محمود يوم الخميس 26 فبراير من 8-10 بالليل على ميجا أف أم. أنا اسمي جورج قرداحي وسعيد جدا بلقاء الإعلامية نيفين محمود في إذاعة ميجا أف أم. بالمصري مع نيفين محمود ومحمد سويلم وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا أف أم. طيب سريعا بقى كده هنحاول نقول لكم اكتر كم معلومات سريعا عن بقيه تطور مجلس الشعب او البرلمان المصري. ها احنا كنا وقفنا عند وزارة اسماعيل صدقي لما استقال في سنة 1933. بعد كده جت مكانه بقى وزارة عبد الفتاح يحيى واللي ما عمرتش طويل يعني كتير. وبعد كده اصر الانجليز على تولية توفيق نسيم الوفدي من حزب الوفد يعني الوزارة علشان هو ايه اللي يظبط الامور.
فراح ألغى دستور إسماعيل صدقي سنة 1930 ورجع تاني لدستور سنة 1923. طبعا قامت الانتخابات وفاز ساعتها حزب الوفد وتولى مصطفى النحاس الوزارة في مايو عام 1936. بعد كده تم تشكيل مجلس الأمة في 22 يوليو 1957 من 350 عضو منتخب، وتم فض هذا المجلس في دورة انعقاده اللي كانت المفروض تبقى يوم 10 فبراير سنة 1958 عشان قامت وحدة بين مصر وسوريا، وتم إلغاء الدستور أصلا بتاع 56. بعد كده صدر دستور مؤقت لمصر في مارس سنة 1958، وفي مارس 64 بقى سنة 64 طلع دستور مؤقت تاني، وتم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضو منتخب نصهم على الأقل من العمال والفلاحين، إضافة لعشر نواب تانيين بيعينهم رئيس الجمهورية. استمر المجلس ده من 26 مارس 1964 لحد 12 نوفمبر 1968. وبعد كده قامت انتخابات المجلس الجديد في 20 يناير 1969، وفضل قائم بدوره لحد 30 أغسطس 1971. لما بقى تولى رئيس محمد أنور السادات الله يرحمه الحكم، دعا مجلس الأمة في 20 مايو سنة 1971 علشان يعد الدستور الدائم بقى الجديد ويعرضه على الشعب في الاستفتاء. وبعد كده حصلت الانتخابات لمجلس الشعب، واللي عقد أول جلساته في 11 نوفمبر سنة 1971، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهي 5 سنين كاملة. طبعا كان أول مجلس كان في حاجات أكتر كنا عايزين نقولها لكم، بس المعلومات كانت كتيرة جدا. بنشكرك يا ياسمين يا أيمن. قبل ما نقفل بقى الحلقة على الموضوع ده، ياريت كل الناس فعلا ترشح البني آدم اللي هم شايفين هيمثل الدائرة بتاعته أو المحافظة بتاعته أو المصريين، وفعلا هيجيب حقوق الناس وهيشتغل على البلد دي. غير كده ما تنتخبش حد وخلاص وانت مش عارفه وعمياني، وانزل اعمل دورك وانزل انتخب. بالظبط كده، هو ده المطلوب مننا، ان احنا نذاكر وننزل ننتخب. لا نكسل ولا نقاطع ولا اي حاجه من الحاجات دي، لان مش ده وقت بقى الايه الكسل. طيب احنا مع الاسف ان وقتنا خلص، بس بكره هنقابلكم ان شاء الله تاني من 4 لـ 6. كملوا مع شريف نور الدين، وخلي بكره احلى، وهنرجع احنا بكره ان شاء الله نستلم بقى على من 4 لـ 6. كلكم عليا خليل انتوا جلوا بنمسي عليكم على فكره قوي قوي. شكرك عليا جدا. باي باي. باي باي. سلام.